الاسبوع هذا اسبوع ديفندر، كل انواع ديفندر واحجامها واحجام وحركاتها موجود في معرض الدائري الشمالي. تعالوا نشوفهم كلهم، والشتاء جاي يبغى له ديفندر. كل انواع ديفندر تنفع المغامرات، ولكن في اختلاف الاحجام والارقام ايضا. فعلى سبيل المثال هنا يسموه ديفندر 90، يجي باب واحد. بعدين عندنا 110 الموجوده هنا، يجي باربع ابواب وثلاث صفوف مقاعد. وهنا عندنا 130 باربع ابواب ثلاث صفوف مقاعد، ولكن هنا عندنا مساحه اكبر الصف الثالث، وايضا مساحه اكبر للتحميل. فديفندر كلها تنفع المغامرات، ولكن مساله كم شخص بتاخذ معك. بالنسبه للوجهيه تقريبا هي واحده في جميع الموديلات، ما راح تعرفها اذا كنت واجه السياره بشكل مباشر. طبعا الا محبين ديفندر اكيد يعرفها من يمكن من المرايه بس. لكن عموما خلاف الوجهيه تعال شوف حجم السياره كيف يختلف معك اول ما تشوف زاويه الجانبيه. ايضا الداخليه من جهه السائق تقريبا هي واحده في اغلب الموديلات، اختلاف الاكسسوارات خلينا نقول واختلاف الالوان، ولكن هي واحده من جهة الركاب الأمامية. الفرق في الخلف، طبعا هنا عندنا ثلاث مقاعد في الخلف، ممكن ثلاث ركاب يركبوا في الخلف، لكن ما راح تكون نفس الأحجام الموجودة في 110 أو 130. ولكن الداخلية ديفندر الأكيد أنها جدا جميلة وتحس فيها صلابة، تعطيك شعور هذا السيارات الصلبة المخصصة للطرق الوعرة والمغامرات والأشياء الجميلة هذه. طبعا الفئة قدامكم هذه فئة البي 8 سوبر تشارج، فما أحكي لك قصير يمكن 8 سلندر سوبر تشارج، يعني قوة وخفة وزن وحجم صغير. خلنا نختم مع ال 90 ان في ثلاث محركات تجمعها، بدايه معكم الاربع سلندر 2.0، وايضا عندكم 6 سلندر ستريت 6 طوليه مع مايلد هايبرد اللي هو الهايبرد الخفيف، وفي 8 سلندر مع السوبر تشارج قوته فوق ال 500 حصان. تخيلوا يا جماعه الخير حجم الصغير هذا. فعندك ثلاث خيارات من المحركات، نحط تفاصيل المحركات كلها هنا في الشاشه. والحين ننتقل الى ال 110 من الديفندر. طبعا قلنا ال 110 تجي مع صف ثالث ولكن شاص اكثر شوي، في ال 130 هي الاكبر نشوفها بعد شوي، لكن 110 هنا عندك مساحة أكبر للصف الثاني، وأيضا عندنا مقعدين في الصف الثالث. خلينا نشوفه هنا مقعد الصف الثالث، شوفوا عندهم مكيف موجود، عندهم إنارة داخلية تدخلهم من أعلى، ما هي فتحة سقف ولكن جانبية، وهذه معروفة بالديفندر الموجودة من زمان. حتى ال 90 الصغير نفس الشيء، السقف يجي كذا في قزاز. طبعا هذه تكون للمغامرات، لما تكون جالس هنا ما تنحرم من الرؤية، تشوف مثلا خلينا نقول إذا كنت في غابة تشوف الأشجار، إذا كان في مطر تشوف المطر وهو ينزل، أو غيوم تشوف غيوم من هنا. فالصف الثالث كل شيء موجود عندهم، حتى كاب هولدر شوف كيف معلقينه. السياره هذه تعطيك صلابه، شوف كيف خلفيه المقعد تحس كذا مسوينها كانها حديد موجود، كانك داخل مصنع. فيعطيك هذا شيء قوه اكبر في التحميل، ما تحميل ما الى ذلك. وطبعا ما تخاف عليها من مخش، اذا نزل مراتب تقدر تشيل وتحط وتسحب امورك تمام مع ديفندر. هنا في ال 110 عندك خيارات اكبر من المحركات، بدايه عندك 2.0 4 سلندر تيربو تشارج، بعدين عندك 2.0 4 سلندر تيربو تشارج مع مايلد هايبرد اللي هو الهايبرد الخفيف، بعدين عندنا 6 سلندر طوليه مع تيربو تشارج اكيد مع مايلد هايبرد خفيف، او يسموه المايلد هايبرد هو الهايبرد الخفيف، وفي محرك 8 سلندر سوبر تشارج 525 حصان. هذا خيار يعني مختلف تماما، العالم مختلف تماما. طبعا نحط تفاصيل المحركات هنا في الشاشه مع كامل صفيتها وما الى ذلك. صدق خيارات جدا كثيره، تبي شكل، تبي بر، تبي بر اقوى، تبي بر تطلع في اي مكان مع سوبر تشارج، عندك الديفندر ال 110. والحين ننتقل الى 130، وحاليا هو اخر سياره اصدرت من ديفندر وهي اكبرهم. طبعا هذه الويل بيس اللي هي من الكفر للكفر الامامي نفس طول ال 110 اللي هو الاصغر شوي، ولكن اللي طال هو حجم السياره الخارجي، اطول ب 43 سنتيمتر. طبعا هنا يعطيك مساحه اكبر للصف الثالث تحديدا من ناحيه الارجل، وايضا من ناحيه التخزين هنا في الشنطه. طبعا هنا في الشنطه شيء بسيط، ولكن هم اهتموا للصف الثالث بحيث انه اذا انت عندك عائله وانت مهتم بعائلتك، يعني خلاص انت والعائله تبغوا تروحوا خلينا نقول مغامرات او اي شيء، الصف الثالث هنا عنده مساحه اكبر لل يعني الجلوس. طبعا هذا ما اثر على ولا شيء من قدرات ديفندر، فنتكلم عن يعني يدوب زاد وزنه شيء بسيط، ولكن نفس الوقت زاد مساحه قويه جدا للصف الثالث. وايضا اذا نزلت الصف الثالث بحيث تبي تحمل فيه ايضا عندك مساحه اكبر من ال 110. فكل واحد عنده خيارات كثيره في الديفندر، اختار تبي الحجم المناسب لك انت والعائله. ونسخه ال 130 تجي بثلاث خيارات من المحركات، المحرك الاول 3 لتر 6 سلندر توين تيربو ديزل مع تقنيه المايلد هايبرد او الهايبرد الخفيف، قويه نتكلم عن 300 حصان. فانا اشوف اذا انت راعي مغامرات خطوط طويله الديزل بيكون خيار جدا ممتاز. وطبعا متوفر محرك 6 سلندر الطولي 3 لتر تيربو ايضا مع مايلد هايبرد، وايضا متوفر محرك 8 سلندر سوبر تشارج. فلك الخيار تختار اللي تبيه على اي ديفندر موجود في الوكاله هنا. ما خلصنا هنا، شوف الاكسسوارات الموجوده على ديفندر، راح نشرح عن بعض الاكسسوارات الموجوده هنا. طبعا هذه نسخه 130 اللي هي الاطول اللي تعرفنا عليها.
نبداها مع الكفرات. طبعا حاط له كفرات من شركه جودير، هنا نتكلم كفرات حجريه اكثر، فمعناها فيها تماسك اكثر ان كان في الرمل او في الصخور اذا حاب تسوي روك رولينج. ايضا عندك اللي هو الاستيكر هذا حق 130 معطي شكل مختلف تماما للغطاء المحرك. عندك واحده من القطع الاساسيه في اي سياره اوف رود او اغلب السيارات الاوف رود يركبوها اللي هو السنوركل هذا. طبعا هذا وش فايته؟ كل بساطه بدل ما يكون منطقه سحب الهواء او فلتر الهواء موجود هنا او تحت او يعني مكان قريب من قدام دخلت المويه، هذا السنوركل يعطيك مساحه خلينا نقول ما ادري يسموها لكن مساحه اكبر انك تدخل بمويه اعمق شوي. طبعا لا تفلها كثير يعني بالنهايه ما راح تسبح فيه، لكن في حال سبحان الله اضطريت انك تدخل في مويه عميقه شوف منطقه سحب الهواء من وين. تعال شوف معي من هنا شوف مكانه كيف، ويعتبر جدا مرتفع مقارنه فلتر الوكاله. طبعا هذا تعتبر قطع تعديل ولكن تعديل من الوكاله ما هي محل خارجي. ايضا هنا شوف كيف مسوينها بطريقه تبان كانها قطعه معدنيه حتى تحافظ على المرايات. طبعا ايضا داخل غابه خلينا نقول ما راح تخاف انك تمخش مرايتك الجميله من دبندر. عندك لكركم الدعاسات اللي في الارجل، طبعا تقدر تاخذها كهربائيه او ثابته زي ما شايفين كيف، فتساعدك في النزول والخروج من السياره. شوف معي السلم هذا الموجود، طبعا مقفلينه بمفتاح، لكن سلم تقدر تسلق وتروح الى السله العلويه، اما ممكن تحط خيمه تنام فيها في البر او تحط فيها اغراض وحاب تجيب اغراضك، السلم هذا راح يساعدك. تعشف كيف الكفر من الخلف. ايضا واحده من الاشياء اللي مركبينها هنا في الوكاله هذه المد فلابر او يسموها النسفات في العاميه، هذا نسمته 17 ما في شيء راح يوقفك ان شاء الله. شوف معي درج التخزين، طبعا احسه يعني شكله جدا جميل ويحسسك انك انت طالع من البيت ما راح ترجع الا عقب شهر يعني، فتقدر تحط في اغراضك تقفلها بقفل. وطبعا ليش موجود هنا؟ بحيث يكون سهل الوصول له، مثلا في اشياء مثل رئيسيه ممكن تحطها هنا بكل سهوله، تخرج سياره تفك تاخذ اغراضك وتسوي ما ادري عده تنسيم اي شيء ممكن تسويه او تحطه في البوكس هذا الجميل. الاكسسوارات ما تقصر بس على نسخه 130 او نسخه واحده من ديفندر، كل نسخه ديفندر تقدر تركب عليها كل الاكسسوارات اللي في بالك. فهنا نسخه 90 اللي هي اصغر شيء باب واحد، شوف مركب عليها نفس الاستيكر الجميل طبعا مع كلمه 90 موجود، ايضا السنوركل موجوده لسحب الهواء من الاعلى، هنا شوف الحمايه حق المرايه موجوده، السله العلويه وايضا السلم عشان تاخذ اغراضك. الجهه الثانيه في الشنطه مكتوب عليها لاند روفر. كذا غطينا كل انواع الديفندر واكسسواراته. اذا حاب تشوف اي ديفندر باي نوع باي فئه حاليا موجود في وكاله محمد يوسف ناغي تحديدا فرع الدائري الشمالي. تعال شوف الديفندرات كلها موجوده بكل انواعها، شوف واستفسر شوف وش السياره المناسبه لك. والشتاء جاي وبي له ديفندر يا جماعه الخير. يعطيكم العافيه، لا تنسوا من اللايك والاشتراك بالقناه وشير المقطع مع اي احد حاب يشتري ديفندر حاليا، قول له كل الديفندرات موجودة في الوكالة. أشوفكم على خير ومع السلامة.